بالمناسبه هذا الكيان العظيم استضاف النادي الاهلي طبعا البطوله الدبلوماسيه لكره القدم، يمكن المسمى ده مش دارج قوي، مش كلنا عارفينه، بس هو استضاف هذه البطوله طبعا تحت اسم نهائي دوري السفارات اللي بيحرص النادي الاهلي على استضافتها الحقيقه بشكل دوري في اطار العلاقات الطيبه والوطيده اللي بتربط ما بين النادي الاهلي ومختلف المؤسسات. وبعد ان حققت النسخ الماضيه من هذه البطوله نجاحات كبيره جدا وعلى كافه المستويات. تعالوا نتعرف على التفاصيل من خلال هذا التقرير، تابعوا معنا. يوم جميل جدا، ايفنت مهم جدا. انت عارف النادي الاهلي بيبقى له دور مهم جدا في انه يجمع الشعوب مع بعض. شفتي من جميع الدول النهارده السفارات كلها موجودين، ويوم جميل جدا الناس استمتعت بيه، حتى احنا استمتعنا باللقاء الودي اللي احنا لعبناه معاهم. فانا شايف يعني كان لما يكون في حاجه كبيره زي دي تكون موجوده لازم يكون عنصر مهم جدا هو النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا نادي كبير، وطبيعي ان اي حد بيتمنى النادي الاهلي يكون متواجد في اي ايفنتات او اي مؤتمرات او اي حاجه منظمه، اكيد النادي الاهلي بيبقى له دور كبير جدا يعني. فاحنا كنا سعداء ان احنا موجودين النهارده يعني. هي مش رساله للسفارات او تجميع السفراء، او ان الفتره دي طبعا في حاجات ازمات سياسيه، فانت بتحاولي تجمعي الامور، ان الكره ليها رسائل كتير جدا، بس برضو ان انت ترجعي تيجي تقعدي في النادي. اشوف كل اللعيبه القدامى، خالد بيبو، احمد حسن، مير عبد الحميد، شريف عبد الفضيل، وائل شيتوس، يعني جده، كل الناس دي، محمد عماره، فانت الناس دي كلها موجوده بتلعبي معاهم من زمن. فده كان جاذرنج حلو جدا، وكان في كوبري هنا، وكان في جون، وكان في حاجات حلوه. اكيد ايفنت كان حلو قوي، وانا استمتعت جدا جدا بيه في اهل الشيخ زايد، والحمد لله شايفين الصرح عامل ازاي النهارده. النادي الاهلي بصراحه يعني كذا صرح في جمهوريه مصر العربيه، وان شاء الله طبعا صرح التجمع الخامس اللي جاي في الطريق. اكيد النادي الاهلي رائد في المنشات الرياضيه، وعنده كافه الاماكن وكافه الاسرحه اللي تستضيف مثل هذه التظاهرات. سعيد جدا بتواجد النهارده في النادي الاهلي، نادي العريق اللي بيمثل لمصر وللمصريين كلهم حاجه يعني كبيره. النهارده في دوري السفارات اللي موجود لكره القدم، طبعا مع احترام السفاره الالمانيه والتنظيم الجيد اللي احنا شايفينه النهارده في النادي الاهلي، بعدد ال 24 فرقه اللي موجودين على مدار الشهر اللي فات، يمكن اللي بيستضيفه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، بيمثل حاجة كبيرة جدا. نشاط الرياضي اللي عاملين في السفارات ده يعني يمكن كدعم من النادي الأهلي لممارسة الرياضة، بما إن الرياضة بتفيد الصحة العامة وبتفيد العلاقات ما بين الدول. حق زي ما احنا عارفين مش كرة القدم بس، هي أي رياضة عامة، بس كرة القدم يمكن ليها الحظ الكبير في توطيد العلاقات ما بين الدول وما بين السفارات والعاملين في الدول. سعداء جدا جدا بالبطولة، البطولة طالعة على أعلى مستوى تنظيميا وإداريا وفنيا وكل حاجة، حاجة احنا فخورين بيها جدا جدا. النادي الأهلي ليه يعني ضلع مهم جدا فيما يخص الرياضة، وفي قطاع مهم جدا اللي هو قطاع الخارجية وقطاع السفارات والهيئات الدبلوماسية. زي ما أنت شايف الناس كلها مبسوطة والناس كلها سعيدة، كل الفرق اللي شاركت، كل السفراء اللي شرفونا النهاردة مبسوطين. التنظيم على أعلى مستوى، المكان، اللوكيشن، الجو، فالحمد لله يوم ولا أكتر من رائع. والبطولة كلها على مدار البطولة كانت تنظيميا رائعة جدا. يمكن ما كانش الحظ معانا السنة اللي فاتت ولا قبلها ان احنا ننظم بسبب الكورونا، لكن وانس ان الظروف سمحت الحمد لله قدرنا ان احنا ننظم، وكل مرة بتبقى أحلى وأحلى من المرة اللي قبلها. فاحنا طبعا بنرحب بيهم كلهم، وكلهم منورينا، وان شاء الله باذن الله كل سنه موجودين معانا ان شاء الله. مجلس الاداره والاداره التنفيذيه بتاعت النادي اهتمت قوي بالدوره دي، من تجهيزات زي ما انتم شايفين كده، مدرجات، اداره المباراه، حكام، كل الحاجات اللي هي رغم التنظيم اللي هو من هناك، لكن احنا بالوفاق معهم بالاتفاق معهم في التنظيم، كل الدعم وكل المساعدات اللي اتقدمت من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فعلا كان شغل كويس جدا جدا. الحمد لله اللي نجح البطولة وطلعت بالصورة دي،
على اي مستوى سواء كانوا اجانب او كانوا مصريين. الحمد لله الناس يعني اتبسطت جدا جدا وكان المجهود مكمل كله. والله هو البطولة بتتلعب في النادي الأهلي طبعا يعني من أحسن الأندية في العالم والبطل الأول لأفريقيا، يعني مفيش تنظيم أحسن من كده، الناس كلها محترمة والناس كلها بتبذل أقصى مجهود. الحمد لله احنا عملنا اللي علينا وخدنا وعملنا اللي علينا والحمد لله ربنا كلف مجهودنا من احنا ناخد البطوله ان شاء الله، وبننتظر القادم وان شاء الله باذن الله اللي جاي كله مكسب ان شاء الله. حلو جدا ان انت تلاقي النادي الاهلي بينظم حاجه زي كده. بنتكلم عن دوري السفارات، فانت عندك جاليات كتيره جدا اجنبيه موجوده كريم، وشوف بقى قد ايه برضو انت بتعمل بوند حلو ما بين العالم وما بين النادي الاهلي، فيها فكر، في لما انت بتبقى كبير بتجيب افكار كبيره بمعنى اصح. دي حاجه. حاجه ثانيه برضو لو انت فاكر احنا اتكلمنا عن حاجه شبهها شويه، كانت دوري الوزارات بس دي كانت تبع يعني وزاره الشباب والرياضه، برضو كانت فكره حلوه. خلي بالك تعمل بوند الرياضه طبعا، يعني اصلا فكره الرياضه ان انت تقرب، يبقى في تقارب، فحلو قوي ان انا بقرب هنا الاجانب عندي وبقرب الوزارات المختلفه، فانا عجباني جدا الفكره. البطوله بصراحة دي تتماشى كل التماشي مع رقي النادي الاهلي المعهود ومع الدور الكبير اللي بيلعبه النادي الاهلي ككيان ومؤسسه مصريه بتقدم يعني او ليها يعني انجاز التعبير ايادي بيضاء على عده اصعده، مش بس على الصعيد الرياضي الحقيقه. فطبعا حاجه جميله جدا ان احنا نشوف كل الجاليات وكل العاملين ومنسوبي السفارات المختلفه وهم بيلعبوا في بطوله من تنظيم النادي الاهلي. بس يا ترى بقى هل يعني هل كل سفاره بتمثل قوه منتخبها؟ يعني مثلا الناس اللي كانوا بيمثلوا سفاره البرازيل هتلاقي فيهم مهارات استثنائيه ولا ايه؟ مش والله دي نقطه كويسه، ده تساؤل حلو. لا بس يعني ممكن يو نيفر نو زي ما يتقال، بس يعني الفكره نفسها زي ما انت بتتكلم فكره حلوه جدا طبعًا. جدا وحاجه عايزين بقى تتم بشكل كمان موسع في الرياضات المختلفه، والله تبقى كويسه جدا لو اتعملت، لان انت عندك ناس كمان الجاليات الموجوده هنا في مصر طبعًا. لو اتعملت حاجات زي كده اللي هم يعني جاليات موجوده اجانب بس بيمارسوا رياضه او رياضات مختلفه طبعًا. ممكن برضو يتعمل لهم دوري زي كده حاجه خاصه بالنادي الاهلي، على فكره هتساهم كتير جدا برضو في فكره هنا اللي هو زي ما بيتقال بريدجينج ذا جاب. انت ترجم بقى طبعا. خش انت بقى. انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ انا نفسي ما اعرفش اقولها بالعربي والله العظيم. يعني جسور تواصل ما بين الدول المختلفه.